بعد فرض حالة تأهب شاملة في البلاط الملكي الأردني، قررت قرينة ملك البلاد أن توثق بدء الفعاليات الخاصة بزواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وذلك قبل أسبوع من انطلاق مراسم الزفاف الملكي المقرر في أول يونيو. فما هي حالة العاملين بالقصر وموقف العروس السعودية من تلك الإجراءات؟ وهل مسموح لها بإبداء الرأي؟ وإلى التفاصيل. 168 ساعة باتت تفصل بين العائلة الملكية الأردنية وبين مناسبة من أهم المناسبات في تاريخها، حيث بدأت حالة التأهب الشاملة المفروضة في القصر واستعدادات عالية الدقة فرضها البلاط الملكي على العاملين فيه، ممن تم اختيارهم لتنظيم المراسم الملكية ليخرج حفل الزواج في أبهى صورة. وبنفسها قررت الملكة رانيا توثيق حفل الحناء الذي ينطلق اليوم إذاناً بالاستعداد لمراسم الزواج التي يشهدها القصر الملكي في أول شهر يونيو المقبل، وذلك وفق شبكة CNN. الملكة قررت نشر مقطع فيديو تضمن أغنية ولقطات أرشيفية هامة في تاريخ العائلة الأردنية. اللقطات النادرة جمعت بين الملك عبد الله ووالده الراحل الملك الحسين بن طلال إضافة إلى ولي العهد، كما احتوى المقطع على لقطات من فترات زمنية مختلفة وفق حساب الملكة رانيا على إنستغرام. ورصدت جانبا من التجهيزات تتضمن أشغالا يدوية وتراثية للزينة. الملكة وجهت أيضا رسالة مفعمة بالدعاء بقولها: الله يخليكم لبعض ويخللنا إياكم. ويشهد قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان استعدادات متتالية تأهبا لحفل الزواج المرتقب. إنه حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على المهندسة السعودية رجوة خالد السيف، حيث تم الوقوف على جميع المتطلبات النهائية للحفل التاريخي وفق سكاي نيوز. حتى الوسم الخاص بالزفاف قررت الملكة أن تكون لها الكلمة العليا فيه، وأطلقت الملكة وسم نفرح للحسين بمناسبة الزفاف الملكي المنتظر وفق موقع الجديد. لكن الاحتفالات بزفاف ولي العهد الأردني لن تقتصر على القصر الملكي فقط، بل إنها ستشهد استعراضات عسكرية ابتهاجا بتلك المناسبة التي تأخذ طابعا رسميا. فمنتسب لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي ضمن تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى نظموا منذ أيام ليلة سمر أردنية احتفاء بقرب زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. ولكن لماذا هذا اللواء تحديدا؟ يشغل الأمير الحسين بن عبد الله الثاني منصب مساعد قائد سرية في كتيبة المدرعات 2 الملكية، وهي إحدى وحدات اللواء والتي قررت توجيه التحية والتهنئة إلى ولي عهد البلاد على طريقتها الخاصة وفق قناة العربية. الحفل المقرر تنظيمه في الأول من يونيو المقبل سيشهد حضورا دوليا من كبار الشخصيات والقادة من مختلف دول العالم، الذي يتم بتوجيه الدعاوي إليهم بشكل رسمي وفق مقتضيات الزفاف الملكي المهيب. عائلة رجوة بنت خالد ابن مساعد ابن سيف ابن عبد العزيز آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن أيضا أصبحت على أتم الاستعداد للزفاف الملكي، وستكون رجوة الدارسة للهندسة المعمارية بجامعة سيراكيوز الأمريكية والفارسة التي احترفت موهبة الفروسية وفق صحيفة صدى السعودية على موعد مع المجد بحلول الأول من يونيو بحضور عائلتها لهذا الحفل المرتقب.